sportive, il gagne partisan. Donc في الحقيقة يعني السؤال ديالكم يصعب الإجابة عليه، فهو سؤال نطرحه الجميع، يعني المغاربة كاملين تيطرحوا هذا السؤال، ما علاش يعني ما بغاتش الأمازيغية تزيد لقدام، ما بغاتش تزيد يعني نحقوا حتى واحدة يعني تطور مهم، خاصة أنه كنا عارفين قبل شكون اللي كان تيعيق الأمور، كان معروف آنذاك، لكن حاليا يعني الظروف كاملها مواتية، ويعني لا أحد الآن يعيق يعني يستطيع أن يقول بأنه يعيق هذا الورش الوطني الكبير، لكن في الحقيقة فهو يعني نستطيع أن نقول أنه برح مكانه ولم يتقدم إلا بشيء طفيف جدا، خاصة إذا أخذنا معيار القوانين التنظيمية كمعيار كمرجعية، فأي من بنود القانون تحقق إلى حد الآن، فسنجد أن لن أكون عدميا وأقول منعدمة، بل ستكون قليلة جدا ما تحقق في إذا كانت المرجعية ديال ليفاليسيون ديال التقييم، لكن خدينا كمرجعية الأهداف يعني ديالها هي البنود ديال القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، فسنجد أن القليل يعني ما تحقق قليل جدا، ويعني تتأكد الأمور بأنه لن يعني نصل إلى يعني تفعيل هذه القوانين التنظيمية بشكل فعلي في يعني التواريخ المحددة لها لكل خطوة التواريخ المحددة لها. في الحقيقة فهو يعني يبقى مبهما من يعيق، لكن الإعاقة موجودة، ونتمنى من خلال بعض اللقاءات بحال هذه أنه الفاعل المحلي يعني تكون عنده دراية بأنه عنده إلزامية، أنا قلت عنده خط أخضر يعني عنده فوفير يعني ضوء أخضر، بل نقدر نقول هناك إلزامية أيضا من خلال القوانين، من خلال يعني لا 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 ما يصدر من 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 يعني من رئاسات الحكومة وما تبعها، أظن أنه سيكون بديلا عن 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 يعني سيحرك هذا الماء الذي هو راكد. أعتقد أنه موضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما زال يعني ننتظر أن تقام فيه مجهودات كبيرة جدا، خصوصا فيما يتعلق بترسيم هذه اللغة وتفعيل طابعها الرسمي بالجامعة الترابية. لماذا الجامعة الترابية بالضبط؟ لأن أولا لا يمكن أن ننجح في تنزيل رسميات الأمازيغية وملامستها ميدانيا في الحياة العامة للمغاربة إلا وفق مقاربة ترابية مؤسساتية اللي يمكن الجامعة الترابية هي اللي تتيحها انطلاقا من خدمات القرب وانطلاقا من مجموعة من الخدمات التي تقدمها للمواطن وعندها قرب للمواطنين. مسألة ثانية أن الجامعة الترابية تدبر مجال وتسير يعني قطاع مهم جدا وعندها علاقات مع مصالح خارجية للدولة التي تتواجد بالمجال الترابي التي يعني تسيره وتدبر هذه الجامعة الترابية. ما هو يعني منظم اليوم يعني مشكورات التنسيقيه الاقليميه لحزب التجمع الوطني الاحرار باكادير يدو التنان هو واحد النوع ديال تقاسم التجارب. هناك تجارب فعلا انها يعني اضطرت مرجعيا ونجحت بالفعل في تقطير المرجعي وفق القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه محترمه بذلك الاجل القانوني، ولكن يعني نسعى ان تكون هذه التجارب مرسمه في الواقع حتى تكون الامازيغيه فعلا يعني واقع معيشي للمواطنات والمواطنين. كذلك يجب ان ننعزل او نعزل هذه التجارب في واحد الاطار اللي هو شمولي اللي خصها يطرها اللي هي مخطط العمل. تنعرفوا بان القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه جاء والزم بان الجامعات الترابيه والمؤسسات والهيئات الدستوريه خصها دير واحد المخطط لتفعيل الطابع الرسمي لهذه الامازيغيه في المجال الذي تدبره، وحددت يعني اجلا لذلك، لكن
لحد الان يعني عدد المؤسسات التي اعدت مخطط العمل ديالها عدد محدود جدا. يجب يعني ان نلتزم بالقانون، لان ما بقاتش مساله اختياريه بل هي مساله فيها تطبيق القانون، وكذلك انه يشملها واحد الجانب ديال الابداع ديال الفاعل الترابي، لانها اللغه الامازيغيه كما قال جلاله الملك هي رصيد مشترك لجميع المغاربه، فيجب على يعني المسؤولين الترابيون الفاعلين الترابيون المؤسساتيين القطاعات الوزاريه كامله ان تلتزم بالاجال والاجراءات والتدابير التي اتى بها القانون التنظيمي. هذا اللقاء اللي تديروا التنسيقيه الاقليميه كديري دوسان للتجمع الوطني الاحرار، اللي حاولنا نسلطوا فيه الضوء على بعض التجارب ديال الجامعات الترابيه فيما يخص التعاطي مع الامازيغيه لغه وثقافه، كان مناسبه باش واحد العدد من الفاعلين الترابيين والفاعلين ديال المدنيين يجسدوا ولا يتوقفوا على هذه المرحله، ونحاولوا نديروا واحد التقييم مرحلي سريع ديال هذا الزمن الذي تم من خلاله التعاطي مع هذه القضيه سواء قبل الدستره او ما بعد الدستره، ولكن كذلك خاصه بعد صدور القوانين التنظيميه باش نعرفوا شنو هو الرصيد، نديروا الترصيد المشترك نتشاركوه ونتقاسموه ونعرفوا شنو هما الممارسات الفضلى، فين كاين النقائص، فين باقي المكمن ديال ما يمكن فعله. اليوم ممكن ان نسجل ان هذه التجارب اغنت الرصيد التدبيري الرصيد الجماعي بواحد العدد ديال التجارب، ولكن كذلك كتنبهنا ان الطريق لا زالت طويله، ان الترسيم الفعلي يتجاوز احيانا الاراده، يتجاوز احيانا كثيره مجرد تخطيط، ولكن يستدعي منا الانتقال من النفس ديال التجريب وديال المبادره المعزوله الى المؤسسه والى التعاطي مع ترسيم مع التنزيل الامازيغيه كمساله الزاميه كالتزام كواجب على الفاعل الترابي بالخصوص، رئيس جماعة، رئيس إقليم، رئيس جهة، منتخب، فاعلين ترابيين كاملين أنه ينظروا له ويتمثلوه كواجب وكأوبليغاسيون كالتزام على عاتقه، ليس فقط كترف ولا كإرادة منعزلة وشخصية. تنمرت إنك تستخدم شيء مزيان الهوية البصرية تكون في مجلس الرئيس.